السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صديقاتي وحبيباتي ومشتركاتي الغاليات، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم فيديو يا هذا في تمام الصحة والعافية يا رب. طليت اليوم عليكم كاتوسك من أروع ما يكون يا البنات، وصفة صابلي روعة روعة روعة، يعني بإضافة زادولها بنة من أروع ما يكون، والصورة راهي تعبر عن نفسها يعني ما شاء الله شكلا ومذاقا. والمهم والأهم من هذا كامل يا البنات، خدمتها بزاف 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 سهلة، على بالي بلي تموتوا على الوصفات والحلويات سهلة. شوفوا يا البنات والله العظيم في وقفة تحضروها يعني حلوة، ولا كاتو بزاف سهل في خدمته، بزاف بنين بزاف خفيف. ما نطوش عليكم، خليكم مع الفيديو تشوفوا المراحل والتفاصيل، ونلتقي بعد حين. بسم الله على بركة الله، والصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. أول شيء البنات نجوزوا المقادير، عندي 250 غرام تاع مارغرين، أنا استعملت لهنا لابل، راح ندير نصها يعني هذه فيها 500 غرام. عندي تلت حبات بيض، عندي نص كاس سكر غلاس باسكو استعملت هنا لهنا حلوة الدرك، سينو نتوما إلا استغنيتو عليها تقدروا ديروا كاس معمر تاع سكر، ربع كاس زيت، كاس لهنا تاع كاوكاو يكون محمس ويكون مرحي متوسط كيما راهو موضح في الصورة. عندي لهنا كاس تاع حلوة ترك بقيمة نقولو 15 ميل هكداك. عندي نص باكي تاع خميرة كيميائية، عندي زوج مغارف تاع مايزينا أو نشا، عندي رشة صغيرة تاع ملح، مغرفة صغيرة تاع لافاني، والفارينة أكيد. بدون إطالة نجوزو لطريقة التحضير. في الغيسيبيون ديالي نحط 250 غرام تاع مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، نحط عليهم نص كاس تاع سكر غلاس، رشة تاع الملح واللافاني، ونضربهم مليح 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 بالباتر. هاد الخطوة يعني مهمة جدا يا البنات، أنا شتوني توجور يعني نتفادى نخدم بالباتر، مي كي تخدموا لاباط صابلي ديالكم يعني سورتو لاباط صابلي كي تخدموها بالباتر راح تعطي لكم واحد الخفه في لاباط ديالكم ما شاء الله. لهنا نحط عليها هذاك ربع كاس تاع الزيت، نزيد نضربها مليح، ولهنا حطيت زوج صفار بيض وحبه بيض كومبلي، وكيف كيف نزيد نخلطهم مليح مليح حتى يتجانسوا المكونات مع بعضهم. وفي هذه المرحله البنات حطيت الكاس تاع الكاوكاو والكاس تاع الحلوة الترك يعني اللي زادوا لها بنة ما شاء الله، مع زوج مغارف تاع المايزينا، ونزيد نخلطهم مليح مليح حتى يتجانسوا مع بعضهم بهذا الشكل هذا. فوالا هاد المرحله البنات خلاص سي بون، راح نستغنى على الباتر، ودوك لازم ندخل يدي نحط كميه من الفارينه، وبعد نحط نص كيس تاع خميره كيميائيه، ونبدا نلايم في لاباط حتى وين نتحصل على اون بات صابلي تكون طريه نوعا ما، باسكو الكاوكاو يشرب يا البنات والمايزينا تشرب، يعني ماذا بينا نخلوها طريه باش قد ما تريح نتحصلوا يعني على قوام مليح ما تنشفش معانا، وكان تنشف زياده مش راح تساعدنا في الخدمه. انا مش راح نخليها تريح، راح تريح عفوا، راح نغطيها ونبدا نخدم بها تمتم. هاد الليمون البنات تاع المول العجيب حجم متوسط، وإذا كان عندكم يعني تاع سيليكون راح يكون أحسن أكيد، باسكو سيليكون عنده لافينيسيون خير من هادوما ليمول تاع الحديد هادوما. شوفوا البنات أنا وزنت لابول ديالي 45-46 غرام، نبوليها مليح ونحطها في المول ونمشيها هكذا مليح مليح كيما راهو موضح في الصورة البنات. ولا هنا نركز على هاد الحواف يعني ماذا بيا نسقمهم مليح باش ما تخرجليش بزاف مشققة، راح ندخلهم للفور يطيبوا مدة 20-25 دقيقة حتى وين يعني طيبوا لي من تحت، ونزيد نعطي لهم تحميرة خفيفة من الفوق تاع زوج تلت دقايق. وهذا هو الشكل نتاع الكاطو ديالنا. شوفوا البنات يعني كيفاش خضوا اللون ما شاء الله، ماذا بينا يعني ما نفونسيوهمش بزاف، وميم طون ما نخليوهمش كلا. جيب سكر كلاص ديالي تحبوا يعني تغربلوا لها غير شويه هكذا من الفوق بهذا الشكل هذا، سينو تحبوا تغربلوا على الحبه كومبلي تغربلوا لها هكذا في الجوانب، ومن بعد تزيدوا تغربلوا لها شويه هكذا من الفوق، لكم الاختيار يعني. بصح من المستحسن الطريقة الأولى راح تكون أحسن وأحسن. أنا لهنا جبت البنات توفيا كغامل، تحبوا ديروا يعني معجون ولا أي إضافة هذاك الشيء يولي لكم. عمرتها في إن بوش جو طابل، ونجي نعمر كامل هذوك الثقوب كما راح موضح في الصورة. وآخر شيء أنا عندي لهنا حبيبات تاع الجوز، راح نزين بهم حبيبات الكاطو ديالي. ملاحظة صغيرة بك البنات، كي نحط الحبيبات تاع الجوز ماذا بيا نحطهم يعني غير هكذا من الفوق، ما نضغطش عليهم باش ما تفيدش هذيك الكراميل ديالي،
وهذا هو شكلهم النهائي ما شاء الله. شوفوا كيف درتهم في الكيسات مع لينا برون زاد، ويعني طبعوهم ما شاء الله. هذه هي كانت وصفتنا النهار اليوم، حاجة خفيفة ظريفة. يعني عندك مناسبة ولا عرضة ولا حبة، يعني عندك خرجة تديهم في يدك، حكايتها نص ساعة وانتي حضرتي أحلى وأرقى قاطو على الإطلاق. شوفوا يا البنات ما شاء الله، واحد الخفة واحد الهشاشة ما نحكي لكمش. والبنة نأكد لكم يا البنات على البنة، يعني بشهادة كل اللي داقوه، الإضافة تاع حلوة الترك ولا الشامية مع الكاوكاو محمص، زادولو بنة من أروع ما يكون ما شاء الله. هذه كانت وصفتنا نهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت رضاكم ونالت إعجابكم وتطبقوها وتنجحوا فيها، وتشاركوني تطبيقاتكم في جروبي على الفيسبوك مطبخ أم سيدو، وتشاركوها مع الأهل والأحباب والأصحاب باش تكبر عائلتنا وتكبر لمتنا. إلى وصفة قادمة وطبق قادم، خليتكم في رعاية الله وحفظه. سلام.